يا رسول الله صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطاهرين. المعصومين المشردين عن الأهل والأوطان ومن بكى عليهم كل مخلوق كان. يا رحمة الله الواسعة، يا باب نجاة الأمة وسفينة النجاة، يا سيد الشهداء، ما خاب والله من تمسك بكم، أمن والله من لجأ والتجا إليكم. سادتي ثبتنا الله على ولايتكم والبراءة من أعدائكم لنفوز فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء، لله رزء به كم للرشاد هوى، ركن وكم فيه بيت للضلال بني. رزء به عرصات العلم قد بقيت، دوارسا من فروض الله والسنن لا غرو إن تكن المحاسن ألبست ثوب المحاسن من حزن على الحسن، لأنه كان في الأشياء بهجتها قد قام فيها مقام الروح في البدن، ما للقضاء وال
للأقدار فيه مضت. وهو الذي أبدا لولاه لم تكني كم أقرحت جفن النبي وكم قد ألبست فاطما ثوبا من الحزن لم أنس يوم عميد الدين دس له لجعدة السوم سرا عابدا الوثني فقطعت كبدا ممن غدا كبدا يا لفاطم وحشا من واحد مأجور مأجور يا الزمني حتى قضى يا بنقيع السم ممتثلا يا لأمر بارئه في السر ويا العلني من مبلغ المصطفى والطهر فاطمة أن الحسين دما يبكي على الحسن سعد الله قلب فاطمة في مثل هذه الليلة كأني بها تشيع ولدها الحسن ذلك المسموم تلك الجنازة المرمية بالسهام يا مسمومي ويا مذبوحي عليكم لاجذب الون أعلى أعلى يستاهل أبو محمد ها يا مسمومي ويا مذبوحي عليكم لا حسن يا حسين يا ولادي عليكم ذايب وفا صار اللوح لي زادي عليكم لا أجذب من أي جانب أهل دمعي لأبويا لو كسر ضلعي لأولادي لهم أنعي عليكم لا أجذب أني متمار مرم نسنين كم فجعة فجعني البيت وأعظم فجعتي بحسين عليكم لا جذبل عود وياي عليكم لا أني متمار مرم نسنين كم فجعة فجعني البيت
وعظم فجعتي بحسين عليكم لاجذب واحد مات في داره وحسينا واحد مات في داره وواحد جايتني اخبار الى كربلاء واحد مات في داره وواحد جاتني اخبار واوحش البار زوارا عليكم لاجذب الوان عليكم لا لكن حطوا يا زهر اليوم في بيتك عزية بالدار نصبها غريب الغا وانتي يا زهرة بالصفا مختفي ليتك يا زهرة اليوم حالة تنظرين المرجع لله لا حول ولا قوة ولا منعة ولا عصمة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون بالله اعتصمت وبالله أثق وعلى الله أتوكل قول الحق جل وعلا في محكم كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم لقبول هذا المجلس عاليا صلوات انطلاقا من الآية الشريفة كلامنا حول العصمة وتكاليفها والكلام في هذا العنوان من خلال محورين المحور الأول ما هو معنى العصمة ومساحة العصمة المحور الثاني تكاليف العصمة نأتي إلى المحور الأول ما هو معنى العصمة لما نقول أن النبي معصوم والإمام معصوم ما هو معنى العصمة العصمة هي الاستقامة وعدم الخطأ الناشئ عن العلم العصمة هي عبارة عن الاستقامة
وعدم الخطأ الناشئ عن العلم. لما نقول أن النبي معصوم والإمام معصوم يعني أنه عنده استقامة، وهذه الاستقامة ناشئة عن علم ولدت له أنه لا يخطأ ولا يسهو ولا يفكر في الذنب فضلا عن ارتكابه. هذا هو المعصوم. العلم أيها الأعزاء كما يقول العلماء له ثلاث درجات: درجة علم اليقين، درجة عين اليقين، درجة حق اليقين. هذه كلها علم ولكن درجات تختلف، وهناك فرق بين الأولى والثانية والثالثة. التفت إلي جيدا، أجيب لك مثال حتى يتضح لك المعنى. لما ينظر الإنسان إلى دخان من بعيد ويشوف النار ويرى الدخان من بعيد يتصاعد إلى عنان السماء، يحصل عند الإنسان أول درجة من درجات العلم وهي تسمى علم اليقين. هذا أول درجة من درجات العلم. هالنوب الإنسان يرى النار بعينيه، شوي كان يشوف دخان، الآن لا، يرى النار حقيقة أمامه. قد ترقى من الدرجة الأولى وهي درجة علم اليقين إلى درجة عين اليقين. عندما يضع يده في النار ويحس بلذعتها وحرارتها وأنها نار حارقة، وصل إلى أعلى مراتب العلم وهي تسمى حق اليقين. لا يمكن للإنسان أن يتوهم أو يتخيل، لا، الآن وصل إلى أعلى درجة من درجات العلم تسمى حق اليقين. بعد بيان هذا الكلام، المعصوم يمتلك أي درجة من درجات العلم؟ هل هي الدرجة الأولى أم الدرجة الثانية أم الدرجة الثالثة؟ المعصوم يمتلك الدرجة الثالثة وهي أعلى مراتب العلم وهي درجة حق اليقين. ولذا إحنا عدنا الطائفة أن مساحة العصمة أن المعصوم معصوما عمليا وعلميا. يعني شنو هذا الكلام؟ دير بالك يمي جيد. معصوم عمل علميا أي لما يستقبل الوحي يستقبل الكلام استقبال صحيح ويحلل الوحي تحليلا صحيحا، ولا يمكن أن يحلله تحليلا خاطئا. هذا المعصوم معصوم علميا، يعني لما يستقبل كلام الوحي، والوحي مو لازم أن جبرائيل ينزل من السماء، لا، تارى الوحي يكون إلهام في القلب، الله عز وجل يلهم مجموعة من الأئمة عليهم السلام، يلهمهم الله عز وجل بأمور يريد من خلال هذا الإلهام أن يوصل هذه المعلومة إلى المجتمع. مو الوحي مو لازم ينزل جبرائيل من السماء، لا. فمعصوم معصوم علميا يعني لما يستقبل الوحي يستقبله استقبالا صحيحا. طيب، وعمليا أن يعرف أنه يوصي ويعطى هذا العلم الذي عنده من خلال كلام الوحي، يوصله ويحلله كما حلله تحليلا صحيحا، يبلغه تبليغا صحيحا. ويعرف المعصوم أن هذه الفترة هل هي فترة سلم أم فترة حرب؟ يعرف يميز في حياته أن هذه الفترة هل هي فترة قيام ثورة أو فترة جلوس عن ثورة. إذن
لما نقول أن العصمة قد وصل إلى أعلى درجات العلم وهي تسمى حق اليقين، وأن المعصوم معصوما علميا وعمليا. هذا تمام كلامنا في المحور الأول. المحور الثاني: هل تكاليف المعصوم تكاليف من سنخ التكاليف الخاصة أم من سنخ التكاليف العامة؟ حتى أبين لك هذا، صل على محمد وآل محمد. المحور الثاني: أن تكاليف المعصوم هل هي من سنخ التكاليف العامة أم من سنخ التكاليف الخاصة؟ يعني لما نروح نفتش في حياة أهل البيت عليهم السلام نجد أن كل واحد من المعصومين له حركة في حياته وفي مجتمعه، حركة خاصة بالوضع العام. يعني لما انجي الى مثلا صاحب هذه الذكرى المولى الحسن عليه السلام، نجد انه صالح معاوية، والقضية كما هي معلومة لديكم. لما نروح الى الحسين عليه السلام، بينما نجد الحسين قام بثورة ضد النظام الأموي، ولما نروح إلى حياة الإمام زين العابدين نراه قد جلس بأبي ونفسي وأخذ ينشر العلم، ولم يقم بثورة مثل ما قام الحسين عليه السلام بثورة السلاح. إذن تكاليف المعصوم هي من سنخ التكاليف العامة لو من سنخ التكاليف الخاصة؟ أبين لك أولا التكاليف العامة للمعصوم. التكاليف العامة هي التي يشترك معه وفيه وفيها غيره من الإنسان ومن المجتمع. تكاليف العامة للمعصوم والذي يشترك معه غيره من الناس، مع احتفاظ بالخصوصيات للمعصوم. هناك تكاليف تعم المعصوم وتعم غير المعصوم، ولكن مع حفظ الخصوصية إلى المعصوم. أجيب لك مثال. مثلا الآن إذا مات المعصوم وجب على من يلي أمره أنه يغسله ويكفنه، صحيح لو لا؟ أي أنه لا يغسل المعصوم إلا معصوم مثله. وهي قضية تغسيل الإنسان، هذا يعم الإنسان العادي ويعم الإنسان المعصوم كالإمام وأهل البيت عليهم السلام، ما إلى خصوصية، لأن الإنسان إذا فارق الحياة وجب على الناس أن يغسلوا هذا الإنسان وأن يواروه في التراب. لكن هناك خصوصية للمعصوم. شنو هاي الخصوصية إلى المعصوم؟ الإنسان العادي إذا مات الإنسان العادي ينجس بالموت، مجرد أن يفارق الحياة يكون بدنه نجس، ولا يطهر هذا البدن إلا بماذا؟ إلا بعد تغسيله، بعد ما يغسل يطهر بدن الإنسان. ولذا وجب على المسلمين أن يغسلوه لأنه نجس. لكن المعصوم صحيح وجب تغسيله، لكن ما نقول أن بدن المعصوم
بعد الغسل هل هو نجس؟ تنجس بالموت؟ لا يمكن أن نقول هذا الكلام. والدليل على ذلك أن المعصوم يحتفظ بطهارته حيا وميتا. ولذا ورد عن مولاتنا فاطمة الزهراء ابنة محمد يا أبا الحسن بعد أن أموت غسلني وكفني ولا تكشف عني فإني طاهرة مطهرة. داك بدن الإنسان العادي ينجس بالموت، ولكن المعصوم له خصوصية لا ينجس بالموت، يحتفظ بطهارته حيا وميتا. والدليل على ذلك قول الزهراء عليها السلام لأمير المؤمنين: لا تكشف عني، لا تكشف عني ثيابي فإني طاهرة مطهرة، مجرد إجراء غسل، مجرد إجراء الماء. هذه التكاليف تكاليف عامة تعم المعصوم وتعم غير المعصوم مع حفظ الخصوصية للمعصوم. ولكن لما نأتي إلى التكاليف الخاصة للمعصوم نجد أن التكاليف الخاصة للمعصوم لا يشترك فيه معه أحد من الناس، تكون خاصة للمعصوم صلوات الله وسلامه عليه. مثلا صلاة الليل، صلاة الليل من المستحبات المؤكدة اللي وردت فيها روايات كثيرة عن أهل بيت العصمة في استحباب ماذا؟ قيام الليل. ولكن بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وآله صلاة الليل واجبة أم مستحبة؟ بالنسبة إلى النبي صلاة الليل واجبة. ولقد ورد عن النبي محمد ثاني غفر الله لكم عندكم جاء أيها الأعزاء عندكم جمع إلى مريض محتاج إلى معونتكم، أعينوه أعانكم الله. وما تقدموا لأنفسكم من خير صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وآله: كتبت علي ثلاث ولم تكتب عليكم: الوتر والسواك والأضحية. إذن هناك تكاليف عامة تعم المعصوم وتعم غير المعصوم مع حفظ الخصوصيات للمعصوم، وهناك تكاليف خاصة تشمل المعصوم ولا تشمل غير المعصوم.
بعد بيان هذا الكلام أن تكليف المعصوم بالنسبة إلى القيام بثورة أو الجلوس عن الثورة، هل هو من تكاليف من سنخ التكاليف العامة أم من سنخ التكاليف الخاصة؟ إليك هذه الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام. يقول المولى الصادق عليه السلام أن الله عز وجل أنزل على النبي كتابا قبل وفاته، وهذا الكتاب فيه خواتيم من ذهب يعني أقفال، فدفعه إلى أمير المؤمنين علي عليه السلام وأمره أن يفتح خاتما ففك خاتما، وأمره أن يفعل بما يجد في هذا الخاتم ففعل أمير المؤمنين عليه السلام، وأمره أن يدفع هذا الكتاب إلى ولده الإمام الحسن عليه السلام ففك خاتما وعمل بما فيه، هذا إلى آخر الأئمة عليهم السلام، أن هذا الكتاب يتوارثونه من واحد إلى واحد ويفك الخاتم ويقرأ بما فيه ويعمل بما يجد فيه. هذه الرواية نستوحي منها أن تكليف المعصوم من سنخ التكاليف الخاصة وليس من سنخ التكاليف العامة. نجد أن هذا القيام الذي قام به الحسين عليه السلام وصلح الإمام الحسن إلى معاوية، تلك خطة أعدها الله عز وجل إلى أهل البيت وأمرهم بالسير عليها. وبعد بيان هذا ما يجي واحد يستنكر يقول ليش الإمام صالح معاوية وهو ما يدري معاوية رجس زني؟ يعلم الإمام الحسن عليه السلام بحقيقة معاوية لو ما يعلم؟ يعرف حقيقة الرجل أو لا؟ ولذا ورد روى الشيخ الصدوق في علل الشرائع عن أبي بإسناده عن أبي سعيد، هذا دخل ذات يوم من الأيام على الإمام الحسن عليه السلام وسأله عن صلح الإمام الحسن مع معاوية، سأل أنت ليش صالحت معاوية؟ فقال له الإمام الحسن عليه السلام يا أبا سعيد ألست حجة الله عليكم؟ أوليس أنا إمام من بعد أبي أمير المؤمنين؟ أوليس قال في وفي أخي رسول الله صلى الله عليه وآله ولداي هذان قاما أو قعدا؟ قال نعم. قال إذن أنا إمام، قمت أو لم أقم فأنا إمام. فمصالحتي لمعاوية كانت مثل مصالحة النبي صلى الله عليه وآله لأهل مكة بعد الحديبية، فهؤلاء كانوا كفارا بالتنزيل ومعاوية كان كافرا وأصحابه بالتأويل. هذا أنت تستلهم، التفت جيد، أن تكليف المعصوم بالقيام أو القعود تكليف من سنخ التكاليف الخاصة التي هي للمعصوم عليه السلام. بعد هذا، مع أن الإمام الحسن عليه السلام صالح معاوية، ولكن تعال شوف نتائج هذا الصلح أو مبررات التي قام بها معاوية بن أبي سفيان إلى الإمام الحسن عليه السلام. أولا، معاوية لما صالح الإمام الحسن عليه السلام بصلحه صلوات الله وسلامه عليه إلى معاوية، ظهرت حقيقة الرجل،
معاوية ظهرت حقيقته للعيان. والدافع إلى هذا القول والدليل على هذا القول أن معاوية ابن أبي سفيان عليه ما يستحق يوما من الأيام على المنبر وهو يقول: ما قاتلتكم لأجل أن تصلوا ولا لتصوموا، ولكن قاتلتكم لأتأمر عليكم. هنا تبين من خلال هذا الكلام أن معاوية أراد أن يتسلط على رقاب الناس. هذا أول شيء نتيجة صلح الإمام الحسن، وهو إظهار حقيقة الرجل. اثنين، أن إظهار أن معاوية بن أبي سفيان ناقض للعهود والمواثيق. نقض بيعة الإمام الحسن وما نقضها. يوم من الأيام وهو على منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يقول: هذه عهودي ومواثيقي مع الحسن، أضعها تحت قدماي ولا أفي له ولا بشرط واحد. لما شاف الإمام الحسن عليه السلام مثل هاي التوجهات خرج من الكوفة بأبي ونفسي، حتى أصحابه مع أن الإمام الحسن عليه السلام لما أراد الخروج ضج شيعة الإمام الحسن عليه، يعني البقية اللي كان وياه، وطلع الإمام الحسن من الكوفة إلى وين؟ إلى مدينة رسول الله. معاوية ابن أبي سفيان ما ترك الإمام الحسن في حاله، وإنما أرسل إلى مروان بن الحكم، أرسل إلى مروان بن الحكم، جاء وصارت الخطة أنه يغتال الإمام الحسن عليه السلام من قبل ومن جهة مروان بن الحكم، وقال: عليك بجعيد ابنة الأشعث ابن قيس الكندي، فهي زوجة الإمام الحسن عليه السلام، وأعطاها 100,000 درهم ومناها بأن يزوجها من ابنه يزيد ابن معاوية. وهذه كانت حاقدة على الإمام الحسن عليه السلام. هذه سوت. كان الإمام الحسن عليه السلام صائما بأبي ونفسي في مثل هذا اليوم أو مثل يوم غد صائم. جاء الإمام الحسن للإفطار، قدمت له ذلك السم. ولذلك أكو روايات تشير إلى أن الإمام الحسن سقي السم أكثر من مرة. هذه روايات تقول 6 مرات سقي السم الإمام صلوات الله وسلامه عليه. شنو حال هذا البدن اللي دخل فيه السم أكثر من مرة، ولكن السم الأخير اللي قدمته إلى الإمام صلوات الله وسلامه عليه، هذا السم قطع كبد الحسن قطعة قطعة. ولذلك أخذ الإمام يجود بنفسه بأبي ونفسي، يجود بنفسه في تلك الدار وحيدا ما عند أحد. شوية وإذا بالباب تطرق من الطارق، وإذا بالحسين عليه السلام قد وقف على الباب مناديا: أخي أبا محمد، افتح لأخيك الباب، أنا أخوك الحسين. قام الإمام الحسن أراد أن يفتح الباب، وين السادة؟ وين المؤمن؟ أراد أن يفتح الباب، قام على رجليه فسقط على الأرض. قام ثانية وقام ثالثة إلى أن فتح الباب، وإذا بالحسن عليه السلام حاسر الرأس
وقد تغيرت ألوانه. ضمه الحسين إلى صدره مناديا: أخي كيف حالك؟ فأجهش بالبكاء والنحيب ونادى: وأخاه وسيداه. بكى الحسين عليه السلام، قال: أخي أتبكي علي؟ إي والله يا أبا عبد الله، يا لا يوم كيومك يا حسين، يوم يزدلف إليك 70 فيضرجونك بدمائك ويذبحونك من القفا. صاح الحسين: وأخاه وحسناه. وأخذ يتأمل إلى ذلك الجسد وقد اخضر لونه. أنا ما قلت لك يا وارث علوم النبوة، شوي خفض الأنوار، خفض الأنوار. أنا ما قلت لك يا وارث علوم النبوة، اقطع ولا تواصيل عديمة هالمرو، اياك تاكل زاد جعديها العدو، خفنا ومنها ما سلمنا يا ولينا. قال له: أنا شربت السام قبل الساعة همرا، ما شفت مثل هالحرا أرى عشر معشا، المايلة مني شربت ينقلبنا، يقطع الكبد مثيل أمواس السني. رحم الله من نادى وحسنا، رحم الله من نادى وسيدا. بينما الأخوان كل واحد حاضن إلى الثاني، وإذا بالضج على الباب: وأخاه. وين السادة؟ وينهم السادة؟ ما يرضون على زينب. وإذا بالضج على الباب: ومسموما وسيداه. تعال شوف وين الحسين، لازم راس اخوه ابو محمد، والحسن يتقيأ كبده في ذلك الطش حتى تفتتت كبده من حرارة السوم. صاح: أخي نح الطشت هذا إلى جانب، لقد وصلت العزيزة المخدرة، لقد وصلت زينب، أخاف على قلبها. أقول: أبو محمد تخاف على زينب؟ ليتك ترى زينب وهي ترى رأس الحسين. في ذلك الطش دخل الزينب، انكبت على أخيها الحسن منادي: أخي في أمان الله. التفت الإمام الحسن إلى الحسين وإلى زينب: يا أخو يا حسين يا زينب، شبد مفطر بالسموم، قربوا يا أمي قبل الموت بحجش عندي من همو،
نظر يمي العضيد حسين وشبه بالدمع مبتيل أحس باموت يا خويا أنا يا الروح يتجول أخبرك يا عزيز الروح شنه بعد يبي حصايا تقاسي من بلد دنيا ولا بترتاح فيها بيوم اسمع بيرتفع نعشي بعد الموت وانت بلا نعش تبقى بيرتفع نعشي بعد الموت وانت بلا نعش تبقى وباغمض وانا مرتاح صابك ساعة الفرقة وانت تودع روحك على الخيمات محترقة اموت ويندفن جسمي وجسمك يبقى كم من يوم يا خويا من بعد موتي قبالك يرتفع جسمي وانت بعرصة التربان يا وسفة تظل مرمي ويتعفر من لي الجثة وانت جثتك تدمي أموت بكربلة مذبوح وانت الأخو يا مسموح وانا بسمع عدو تصيح بعدو هالنعش يا ناس وانا بسمع عدو تصيح بعدو هالنعش يا ناس وانت بكربلة بتسمع نفس الصوت والأحساس يقول الخيل جيبوها لجل الخيل ينداس ويقول الخيل جيبوها لجل هذا الجسد ينداس ومثل من رشق بسهام تنصاب بسهم ما يشوف أنا جنازتي فيها السهام وأنت يا أبا عبد الله قال أخي أنت يجيك سهم مثلث له ثلاث شعاب يقع في لبة قلبك فتسقط صريعا على بوغاي كربلاء أيوة حسينا وطالع زينب الحارة وقالها بس من النوح وطالع زينب الحارة وقالها بس من النوح اليوم الحسن مسموم وباكر بو علي مذبوح وطالع زينب الحارة وقالها بس من النوح اليوم الحسن مسموم وباكر بو علي مذبوح يا خويا وينتحل جسمي وجسم حسين كل جروح وزع موتي بين ضعايا واخونا حسين بين القوح ثم اشار الى الطشيد قال اخي زينب وطشت البيه من شبدي كم قطعة يا نور العين وإذا أجرى الدمع منيش وما بطل إلى تشونين عجل شيح تحمل لو شفتين طشت الفيه راس وويلي على المظلوم وويلا وويلي على المظلوم
عظم الله أجوركم أحسن الله لكم العزاء، بينما الحسن والحسين كذلك إذ عرق جبينه وسكن أنينه وغارت عيناه وأطبق فا وفاضت روحه الطاهرة. رحم الله من نادى وحسينا، رحم الله من نادى وسيدا، ومسموما ما جت أرض المدينة بأهلها كما وجان السفينة براكبها. وأما حال الحسين فأخذ يلطم على رأسه وينادي واخاه وعضيداه. وأما زينب منادية أخي وضيعتاه من بعدك. وقام الحسين وضع الجنازة على المغتسل، جردها من أثوابه، ثم أخذ يغسل الإمام وضعه في نعشه، ونادى أخي عباس: فلان فلان هلموا لحمل جنازة إمامكم. خرج الناس خلف الجنازة وهم ينادون: وإماما وسيدا. بينما الحسين كذلك وقمر العشيرة، وإذا بالسهام كرشق المطار وقعت في جسد الحسن تلك السهام. وين وقعت هاي السهام؟ في قلب الزهراء في مثل هذه الليلة. شال الجنازة وقبلت ذيك العدوة تنادي عليهم: يا أهل بيت النبو لا تدفنون الحسين في هالدار قوة، ردوا بسلامتكم قبل يعداكم اللوم. اسمع حكيها شمر أردان العباس وقالها: يا بنت الأول اللي سيس. اي والله سمعي كلامي ويسمع الحاضر من الله، لازم وقايع الأولية تحصل اليوم. وإذا زينب واقفة على باب أمها الزهراء تنادي: أخي حسين، آه شالوا الجنازة والودي عالصيح يحس بجنازة المسموم. ريض ياضي ريض يا ابو سكن ابن عايش حلو الجه، ونشرع لتابوت المشكرها العمى. سفر الجفن عن غرتت ودع اليتا، لا وين ماشي بكعبة الوفاد يا حسين. ريض يا ابو سكنة بجنايزة حلو لط، وخلى على الرضا يا وخلى الجد. آخ وقف يا خويا ذابت قلوب النساوي، أدهن راسي أم تطيب مجالسي، وخدك معفور وأنت تريب. يا الله تقبل عزاءنا، اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا،
سهل مطالبنا. شاف المريض عافي المبتلى، رد الغريب فك الأسئلة. فض جماعتي الحاضرين فردا فردا، المؤسسين تقبل عملهم، ضاعف أجرهم، أطل في أعمارهم، بارك في أرزاقهم. أوصل اللهم ثواب هذا المجلس إلى روح وضريح محمد المصطفى وفاطمة الزهراء، علي المرتضى والحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء والأئمة التسعة النجبة، وإلى روح السيد إبراهيم السيد شبر وأم السيد حميد، وإلى أمواتكم وأموات المؤسسين أرواح الشهداء والعلماء الفقهاء من مضى من هذا الجمع. الفاتحة مع الصلوات.